يو شود نو انه وزير الاقتصاد اليوم عمل مؤتمر صحافي شن فيه هجوم قوي واتهام مبطن على حاكم مصرف لبنان، وقال كمان الوزير بطيش انه في بعض المسؤولين عم بعمموا اجواء عن واقع اقتصادي صعب وعم يتناقلوا كلام عن انهيار مرتقب. وعرفت الـ BCI انه بطيش قصد بهذا الكلام مش بس المسؤولين الرسميين انما كذلك الخبراء الاقتصاديين. وبالمؤتمر الصحافي عرض للمشاكل اللي عم بعاني منها لبنان ولا اقتراحات الحلول واول حل مشكلة الكهرباء. في كتير تفاصيل بهذا الموضوع، بدعيكم تحضروا تقرير الزميلة ليا فياض عن هيدا الموضوع. تاني خبر هو انه اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة ملف الكهرباء انهت اجتماعها من دون ما تحسم العديد من نقاط الخلاف، وقالوا انه رح يرحلوا هيدا الموضوع لجلسة مجلس الوزراء. وعرفت الـ BCI انه رح يكون في جلسة لمجلس الوزراء بعبده نهار الاثنين. اخر خبر هو انه موضوع الاعفاءات من الغرامات على الضرائب لكبار المكلفين اللي كان محطوط على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم تم تأجيله لجلسة الأسبوع المقبل.